فنداء مرة أخرى لأم مصر الحبيبة المسلمة المؤمنة بالله واليوم الآخر هذا، إنني أحبكم في الله حب يوسف النبي الحبيب المسلم لمصر عليه الصلاة والسلام كحب الصحابي الكريم المسلم عمرو عاص ليرضى الله عنه في الدنيا والآخرة لأرض مصر أو لمصر أرضه، الذي أعطى جميع الحقوق لأقباط الكنيسة الشيوعية طبقا للميثاق الذي كان بيني وبينهم إن احتفظوا عليه ولم يشحوا وصوله لما وقع من واقعة على ساحة الحرية الإسلامية من سفك الدماء على الشهداء الإسلامي ومتربصون الأحداث من وراء نوافذهم التجسسية، والله عز وجل يعلم كل شيء ولا يخفى عنه شيء، إنه ميثاق الاحترام والتسامح بالعدل والمساواة وتعريفهم بانفتاح الإسلام دين الله الحق على العالمين، إن لم ينقلبوا اليوم كذلك على هذا الميثاق فماذا كان جوابكم يا أقباط مصر اليوم لهذا الاعتداء على حقوق المسلمين للإسلام، أي مسلمين على دينونة الإسلام بتحريض جنود فرعون على سفك الدماء إخوانكم المصريين الذين استسلموا أنفسهم لله بالدعاء والتكبير ولم يستسلموا أنفسهم أبدا للطاغوت، فذهبوا عن إثر هذه الجرائم الكبرى مئات بل آلاف ضحية وتضحية، لمن إذن إن كنتم صادقين في أقوالكم والأعراب كيفما كانت عقيدتهم الدينية إلا وهم أشد كفرا ونفاقا، إلا الذين آمنوا وأسلموا واستسلموا أنفسهم سوى لله الأكبر والأعظم، ولا فرد منهم سوى كأخ لهم حريص عليهم ورسول من عند الله الباعث، وأنا المبعوث النبي الحبيب المسلم المؤمن المصطفى المهدي بحق أهل بيتي للإسلام للسلم والسلام من مصر وغير مصر، محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر، صلى الله عليه وسلم على آل المؤمنين المقربين من مصر وغير مصر، إنها مصر الحسين وفاطمة عليهم الصلاة والسلام، أما قولي لفنانة قد هجرت إليهم إلى مصر أبياتها تذكرني عن معيشتها عودة عيشها في ضلالها باليوم الآخر بعدما أحدثت بيومها الأول، فعادت بنفس الحدث منقلبة عن أصلها وفصلها، حيث رحلت من المدينة إلى الشام ثم من الشام إلى مصر، وهانذا إنها عائدة إلى الشام لحماية جنود الطاغوت العربي لما لقبوا أنفسهم بالعلويين، فأصبحت بالتالي منهم وإليهم غير محتجبة اللسان ولا اللباس، فسبق لسانها والعدوان بين أبيات ضالة بلهجة الأعراب وليست كلهجة الفصحى العربية الإسلامية الأصلية والأصيلة، تتبع أنفاق الظلمات بين رجال الطغيان وأهل سورية الضعفاء والمستضعفين خارج البلاد لطلب الحماية، وقد ركب النفاق لسانها حيث تسب وتشتم عدوان أمم الغرب وأقصى الغرب، وفي حين آخر تدعو أحد الإعلاميين برفع دعوة القضاء عليه أمام المحكمة الدولية، فسبحان الله الذي هو القادر الوحيد الواحد على أن يعيد الناس جمع لما كانوا عليه من قبله لمعرفة صورتهم الأولى الحقيقية، وإنه لعلى كل شيء قدير، إنها امرأة تذكرني بإحدى أزواج التي خرجنا عن العهد والوفاء، فعلم الله العليم الخبير ما بذات الصدور لما يصنعن من قبل وبعده، فأرجو من الله أن يهديهن الصراط المستقيم وإن يرفع البلاء عنهن باليوم الآخر هذا، آمين يا رب العالمين، إذ كان ميثاق بيني وبينهن فأحببتهن من قبل ومن بعد رغم كل عدوان الشياطين عليهن، وقد كان دور الشيطان الرجيم سوى أن يفرق بين المرء وزوجه، وأنتم تعلمون جدا كذلك، فإني أستغفر لهن رغم إساءتهن إلي، إلا أن حفصة المصرية الحبيبة ليرضى الله عنها في الدنيا والآخرة احتجبت نفسها باللباس على الأقل إلى أن يحتجب لسانها كذلك إن كانت مرضية على ذلك، والله عز وجل بكل شيء عليم وشهيد، فبعثني شهيد عليكم جمعا باليوم الآخر هذا قبيل الخروج يومئذ لا شفاعة لمن طغى وعصي ربه واتخذ كفره بين يديه ولم يأتمن أبدا بهذه البينات العظمى، فماذا لو كان مرسي أحد حكام شيوخ الإسلام من مصر من سلالة عمرو عاص المؤمن بالله واليوم الآخر في اتجاه صحيح لمعاناة حقوق الشعب كيفما كانت عقيدته، إنما عقيدة مصر الشرعية الإسلام ولا غير الإسلام التي حرفت على يد اليهود والنصارى والأقباط ثم الأعراب من أهل قريش لشبه الجزيرة لتمسكه بشريعة إسلامية وليست بشريعة إرهابية لا سمح الله، فاتخذ فرعون الأعراب مدها
الفراعو الخاصة في السياسة العلمانية جلبا للدين كتحريف وانقلاب في نفس الحين على دين الله الحق الإسلام. إن الإسلام الصحيح السليم لا يعرف ولا يعترف بالتمييز أو التفرقة أو العصبية بين القبائل والشعوب، إنما بالتسامح بشرط لا يعني التسامح هنا التنازل عن المبادئ الإسلامية الشرعية، للقضاء الإسلامي والقانون الإسلامي لا بديل منه ولا عنه، لكل حق له لا لديه حق في الإسلام للإسلام ولا لغير الإسلام، لاتباع النهج الإلهي في الحكم والشرع على محكمة وموضوعية بكل تفاصيل الحقوق الإنسانية الاجتماعية الأخلاقية الطاهرة لأجل النظام وليس للفوضى، كالذين بعثهم فرعون وآله وذئابه للتمرد على أسقة الناس بدون حياء ولا استحياء جهلا ككلاب فرعون من قبل ومن بعده. ولهذا أحط منذ أحاديث الأولى القدسية الشريفة على المقاومة السلمية بالجهاد الأكبر ضد كل صنع إرهابي عربي يهودي ونصاري الأصل، وذلك للتمسك أولا وقبل كل شيء بهذه العلاقة الربانية الروحانية الإلهية السماوية الإسلامية للسلم والسلام، فأي علاقة ترتبطكم بكلمة الحق لمواجهة الباطل بالحق وليس بنفس الباطل، فيا أيها الناس لا تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون ولا تكتمون الحق، والحق ظاهر للناس جمع اليوم بهذا اليوم الآخر على يد هذه البينات المباركة. فأقول للمستكبرين إن كنتم في مقام المستضعفين ماذا كان رد فعلكم؟ فإن الله الباعث الودود لم ردكم إلى حالتي أشد ضعفا خلقا ومالا فتصبحوا على غفلتكم من الساعة لمردودون في الحافرة لنار جهنم وإنكم لعلى عذاب غير مردود، أي لن يرد أبدا، إنما هو عذاب شديد متصل ومواصل بإذن الله، فيرد الله القوي العزيز المؤمنين المستضعفين إلى حالهم الغني بالخلق وبمكارمه للتواضع بين الناس بالحكم والأمثال وكسب قوت الحلال على مائدة سماوية أرضية للحلال بإذن الله وإرادته وقوته لجنوده من السماوات والأرض، وإن رأيتمونا فذلك اليوم العسير على الكفار للفرقان كالفصل المبين ولعودتهم بدون حساب إلى نار جهنم بالآخرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير، وفضل الله على الصابرين على الحق المبين للإسلام من أوله إلى آخره، ذلك الفوز العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل، وقد أمرني الله عز وجل أن أخفض جناحي على المؤمنين ولئنهم يعلمون جدا ما بقلبي حبا لهم، فطوبى للموعودين بحب الإسلام. فأذكركم على سبيل المثال لحب الصحابة لله وللرسول وللإسلام، لما كان أحدهم أشد عدواني إلي الصحابي الكريم خالد بن الوليد يرضى الله عنه في الدنيا والآخرة، إذ كان قاسي القلب جدا وبعد غزوة بدر والأحد كسب قلبه قلبي، ويا لها من قلوب الصحابة للرسول الكريم النبي الحبيب، يوزن الحب على اللسان وعلى اليدين للصدق والصدقة، المسلم المؤمن المصطفى المهدي بإخوة الإسلام أصحابي وإخواني في الدين والدم والتراب، محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين أحباء الإسلام من الأولين والآخرين، فنعم حب الإسلام لمن ارتبط قلبه بالإيمان كإخوة في الدين والدم والتراب، مرجوا من الله تبارك دينه أن يهديكم السبيل إلى صراطي المستقيم هذا للسلم والسلام، كذلك للصلح والإصلاح ولصفح يدي بأيديكم على دموع حب الإسلام، ليس كهؤلاء الذين يصطنعون البكاء مكان، إنما البكاء ضعف للقلوب المحبوبة التي تعلم صدق حب الإسلام للناس جمعا، فإنني قد أحببت رؤية عروس مصر رافعة أربع أصبع لما لقبتها برابعة العدوية بعدما استشهدت ساحتها ظلما على يد عدوان الطغاة من مختلف البلدان، ففقدت مصر حبها لمصر بعدما اعتدى عليها العدوان الصهيوني الخارجي وهم يعلمون ذلك، إلى أن يحيي الله تبارك خلقه مما لا تعلمون ولا أنتم عليه
من علم ولا تشعرون. إن الله عز وجل هو صاحب الممات والمحيايا، وهو مغير أحوال الزمان والمكان، وهو مغير أحوال الزمان والمكان. إن أراد الله كل شيء يكون فيقول له كن فيكون. فسبحانك يا رب العالمين، وكأنه حلم كؤوس يصاب أمة الإسلام، لعلها تستيقظ منه لتعود إلى صحة الإسلام بكل أصاع. يا حبيبي الكريم، أن يكون إن أراد لشيء أن يكون فيقول له كن فيكون. فسبحانك يا رب العالمين، وكأنه حلم ككابوس أصاب أمة الإسلام، لعلها تستيقظ منه لتعود إلى صحة الإسلام بكل سلام وهناء وأمن وأمان. إن كنتم ترغبون في ذلك فعليكم بالتوبة والمغفرة للمرحمة. فاصبري يا عروس مصر كما صبرت عروس القدس كعروس الصحراء مريم الزهراء يوم الخروج لعرس الأمة الإسلام من المغرب إلى المشرق، كمن المشرق إلى المغرب، حبا لله الأكبر والأعظم، وهو مولانا العظيم وليس بمولان الكفار. فأي حاكم من الأعراب سيسرع في اعتراف بهذه المبادرة الإسلامية السلمية حقوق ثورات الشعب المظلوم، فيتنازل عن حكمه بملك إعطاء هذا الملك للشعب كمملكة جمهورية شعبية يقودها حاكم منتخب عليه الشعب، فينقلب كرسي حكمه من الطغيان بملك الله لرسله وأنبيائه إلى حكم جمهوري فيدرالي ديمقراطي اشتراكي إسلامي يحده عن العدل والإحسان. والمبدأه ومبدأه حقوق الإسلام للناس جمعا، وإلا هكذا يعود الأمن والسلم على تراب موطن الإسلام لتعزيز القيام بالعودة إلى الحضارة الإسلامية الآخرة كخير أمة خرجت للناس باليوم الآخر. أمة الإسلام الحريصة لعلكم تستسلمون تسلمون باليوم الآخر هذا. فاختموا فقرة هذه المرة الثانية بآيات ذكر من كتاب الله العزيز القرآن الكريم عن الكرسي الله وعن الإيمان وعن الولاء، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله السميع العليم والعلي العظيم رب العرش المنير، ولا حول ولا قوة إلا بالله الوكيل الجليل، عليه توكلنا وإليه ننيب، وهو على كل شيء قدير. إنا لله وإنا إليه راجعون. جمع كره من كره وحب من أحب منكم الرجعة الآخرة.